معلش اسف على التاخير، بس اول حاجه بس عقبال ما اتعود على الميعاد الجديد يعني. تمام. احنا المفروض النهارده ان شاء الله هنبتدي في الجزء بتاع، او هنخلص الجزء بتاع البرانش بريدكشن. تمام. هما بالظبط 3 مسائل يعني، هو اللي فاضل في شيت 1 هما 4 مسائل. نعم. حاضر. لسه مش حاجه، لسه بظبط البتاع. اخر حاجه اللي كنت بقول، بس اخر جزء فاضل في شيت 1 هما اخر 4 مسائل. تمام. اخر 4 مسائل دولت هم مينلي 3 على الجزء بتاع البرانش بريدكشن، واخر مساله بس على لو احنا كان عندنا اكتر من بايب لاين موجود. دي المفروض اللي انتوا هتاخدوها في المحاضره بتاعت بكره باذن الله. وكده كده المساله ممكن ابعت لكم الحل بتاعها، ما فيهاش حاجه صعبه يعني باذن الله. فمينلي النهارده بس هنخلص ايه، هنخلص الجزء بتاع الايه، البرانش بريدكشن. طيب. مش طيب. انتوا عارفين طبعا ايه هو البرانش بريدكشن، صح؟ ايه هو البرانش بريدكشن؟ بالظبط، ان احنا عندنا زي ما احنا كنا اتفقنا قبل كده، شباب سيبوا بعض الزوم، زي ما احنا كنا اتفقنا قبل كده ان البرانش بتاعي لما بيدخل المفروض ان البرانش ده دايما يبقى فيه حاجتين. لو كان مثلا هو كونديشنال برانش، فكان لازم في حاجتين لازم احسبه، الاوت كوم بتاعي او الكونديشن بتاعي، ولو هو هيبقى تيكن او لو هو هيجامب محتاج ان انا احسب التارجت اللي هو ايه هيجامب عليه. ولو هو كده كده اصلا انكونديشنال برانش يعني جامب على طول، فهو كده دايما على طول تيكن. الحاجه الوحيده اللي انا محتاج احسبها هي ايه؟ الايه؟ التارجت اللي انا ايه؟ اللي انا ايه؟ هجامب عليه. تمام؟ الفكره كلها ان حسابات سواء الكونديشن او حسابات التارجت انا عمري ما اقدر اعملها في الاول، انا في الاخر بيبقى في ستيج من الـ5 ستيجز بتوعي. لو احنا هنشتغل على بايب لاين في 5 ستيجز، في واحده من الستيجز دي انا بحسب فيها لا اما الاوت كوم بتاعي، لا اما بحسب التارجت بتاعي، او كل واحده بتكون في ستيج ايه منفصل. فانا ما عنديش خالص الاوبشن بتاع ان انا لو دخل برانش اعرف من البدايه من اول ما يدخل عندي هل هو تيكن ولا ايه ولا نوت تيكن. وشفنا لما احنا ما بنعرفش هو ايه كان بيحصل عندنا ستولينج على حسب الاوت كوم والتارجت بتاعي بيتحسبوا في انهي ستيج، لا اما مثلا يكون 1 سايكل، لا اما يكونوا 2 سايكلز او 2 ستولز، على حسب ان الحسابات بتاعتي بتحصل في انهي ستيج. تمام. كنا احنا قلنا بقى قبل كده ان احنا علشان نحاول نقلل عدد الستولز اللي بتبقى موجوده بسبب البرانش، كنا احنا بنعمل اول بريدكشن. تمام. البريدكشن ده بنعمله في انهي ستيج؟ فيتش، صح؟ احنا اول ما الفيتش يدخل عندنا يبقى احنا عارفين، او مين يبقى احنا ممكن عارفين، احنا مثلا في المرحله دي زي ما احنا اتفقنا قبل كده احنا كنا قلنا مثلا ان احنا مش محتاجين نستنى الاكسكيوت ستيج علشان نحسب التارجت بتاعي. احنا كنا قلنا ممكن نعمل للبرانش سيركت لوحدها تحسب هي على طول لا اما الكونديشن لا اما تحسب التارجت بتاعي، بدل ما نفضل مستني الاكسكيوت ستيج علشان في الحاله دي اعرف التارجت بتاعي او اعرف الاوت كوم بتاعي. نفس الفكره بالظبط، انا الانستراكشن بتاعي مش بعرف هو هيبقى اد ولا جامب الا فين؟ في الديكود، صح؟ نفس الفكره، انا ممكن اعمل في الفيتش ستيج لوجيك صغير كده على جنب بيديتكت مثلا هل ده انكونديشنال جامب، اسف، هل ده كونديشنال جامب ولا لا؟ مش لازم ان انا استنى للديكود بتاعي علشان اعرف هل ده اصلا واحد من البرانش انستراكشنز ولا لا. فممكن على طول من الفيتش ستيج بتاعتي اعرف على طول اعمل ديتكت هل ده كان هيبقى عباره عن كونديشنال برانش ولا لا. وانس بقى ان انا عرفت هنا كده في حاله الفيتش، انا في الحاله دي لسه الانستراكشن اللي بعديه ما دخلش في البايب لاين، انا لسه كل ده الفيتش بتاعي محجوز للبرانش اللي انا ايه اللي انا شغال عليه. في الحاله دي بقى ممكن انا ابريدكت هل البرانش بتاعي ده هيكون تيكن، هل هو هيجامب ولا هيكون نوت تيك. لو كان البريدكشن بتاعي مظبوط فمعنى كده ان انا مش هحتاج اعمل بعد كده اي فلاشنج في البايب لاين. لو كان البريدكشن بتاعي كان فيه مس بريدكشن زي ما المسائل اللي احنا كنا بنحلها قبل كده، في الحاله دي كنت هحتاج ان انا اعمل فلاش للايه؟ للبايب لاين. فهي الفكره كلها ان حاجه زي البريدكشن بتاعي كل ما البريدكشن بتاعي يكون اقوى
كل ما برسنتج ان يحصل عندي ستولز في السيستم هتقل. ما بنقولش خالص ان ده بيمنع الستولز 100%، احنا الفكره كلها بنقلل عدد الستولز اللي هتكون موجوده نتيجه الايه الكونديشنال او البرانش هازرز اللي موجوده عندنا. تمام. طيب هو هنا كان بيقول ان احنا عندنا ان احنا في بيس اوف كود، والبيس اوف كود ده كان فيه اتنين برانش انستراكشنز B1 وB2. تمام. ايا ما يكن شكل الكود عامل ازاي، وبيقول ان احنا لكل برانش موجود عندنا ان احنا يبقى ليه 2-bit entry. تمام. ال 2 بت انتري ده معناه ايه؟ معناه ان البريدكشن بتاعي هيكون دايما حاجه من 4. يعني لكل برانش موجود عندي البريدكشن بتاعي هيكون دايما حاجه من 4 ستيتس. تمام. لا اما 0-0، لا اما 0-1، لا اما 1-0، لا اما ايه 1-1. تمام. فالاربع ستيتس بتوعي او الاربع بريدكشنز اللي انا ممكن اعملهم، هو كان قال ان هم كالاتي على اي حسب بقى. قال لك مثلا في عندنا حاجه اسمها strongly taken، عندي حاجه اسمها مثلا weakly taken، عندي حاجه اسمها weakly not taken، وعندي حاجه اسمها strongly not taken. تمام. فاحنا هنا لما احنا كنا بنتكلم الاول قبل كده في البرانش هيد بتاعتي كنا بنقول لا اما taken لا اما تبقى ايه not take. تمام. هنا كان مدينا البرودكشن بتاعي كان 2 بيتس. تمام. الاولاني كان 1 بيت لا اما تيكن لا اما نوت تيكن، هنا 2 بيتس برودكشن. ففي الحاله دي يكون عندي strongly not taken، weakly not taken، weakly taken، strongly ايه take. تمام. زي ما احنا عارفين لو احنا جينا نرسم الستيت دايجرام بتاعها على حسب الستيت اللي انا واقف فيها وعلى حسب البرودكشن اللي انا هعمله، او مش البرودكشن بقى، على حسب اخر برانش كان عندي كان المفروض الاكشوال ستيت بتاعته ايه، انا بعد كده بجامب للستيت اللي بعديه. كمثال مثلا نعتبر ان احنا كان الديفولت بتاعنا ان احنا واقفين في strongly not taken. تمام. ومثلا عملت البريدكشن بتاعي ان هو انا واقف في الستيت دي، صح؟ فانا هبريدكت لو جالي برانش هبريدكت ان هو ايه strongly not taken. تمام. لو طلع فعلا هو not taken هفضل في نفس الايه نفس الستيت. يعني لو طلع انا واقف في الستيت دي، في اي برانش هيجي لي هبريدكت بالقيمه بتاعت الستيت اللي انا واقف فيه ده البريدكشن بتاعي. تاني بقول دلوقتي ان احنا عندنا 4 ستيتس. تمام. الاربع ستيتس بتوعنا كالاتي: strongly not taken، عندي weakly not taken، عندي بعد كده weakly taken، بعد كده عندي ايه strongly ايه strongly take. الطبيعي ان انا اول ما الكود بتاعي يشتغل ابقى انا واقف في ستيت من الاربع ستيتس دول. تمام. فانا هنعتبر ان احنا واقفين في الستيت اللي هي strongly not take. فلو اي برانش هيجي لي هبريدكت ان هو ايه strongly not take. تمام. طيب البرانشات بتاعتي لا اما ايه لا ايه لا تيكن لا نوت تيكن، لا هاي جامب لا ايه لا مش هاي جامب. تمام. بس انا هنا عندي 4 ستيتس، ده ملوش علاقه ان البرانش نفسه لا اما تيكن او ايه او نوت تيكن. البرانش بتاعي مثلا جالي اول برانش كده، البرانش ده انا واقف في الستيت دي انا هبريدكت ان هو strongly not taken، او هبريدكت ان هو ايه نوت تيكن مش هاي جامب. تمام. لو البريدكشن بتاعي طلع مظبوط ان هو فعلا مش هاي جامب، يبقى في الحاله دي هفضل في نفس الايه نفس الستيت بتاعتي، بحيث لما يجي لي برانش تاني ابريدكت ان هو برضه ايه؟ نوت تيك. طيب لو طلع ان البريدكشن بتاعي غلط، قبل كده كنا احنا هنبريدكت ان هو تيكن على طول، هنا لا احنا مش هنجمب على طول، احنا كده هنقول ان هو ممكن يبقى ايه؟ ويكلي ايه؟ ويكلي نوت تيك. يبقى في الحاله دي لو طلع البريدكشن بتاعي غلط، لو ده بريدكشن صح، لو طلع البريدكشن بتاعي غلط وانا واقف في الستيت دي هروح للستيت بتاعت ايه؟ ويكلي نوت تيك. تمام. في الحالة دي لو جالي برانش بعد كده هبريدكت ان هو ايه؟ ويكلي ايه؟ نوت تيك. تمام؟ هنا بقى لو لقيت ان هو مثلا كان انا كنت واقف في الستيت دي وانا عملت بريدكشن مثلا ان هو هيبقى نوت تيك وطلع فعلا ان هو نوت تيكن، هعمل اسم الايه؟ هرجع للستيت الايه؟ السترونج الايه؟ نوت تيك. تمام. ده في حاله لو كان، وانا مثلا نقول ده لو كان في حاله ان هو تيكن، ده لو كان في حاله ان هو ايه نوت تيكن. تمام. ده برضه في نفس الكيس، ده لو في حاله ان هو
not ايه؟ not take. طب لو انا كنت نعم بيعرف بقى زي ما احنا قلنا لا اما في الديكود لا اما في الاكسكيوت لما يجي يحسب التارجت بتاعه او يجي يحسب الكونديشن بتاعك. تمام؟ هو اول ما يحسب الكونديشن بتاعي سواء بقى كان في الديكود او في الاكسكيوت هو بيعرف هل هو تيكن ولا ايه؟ ولا نوت تيكن. تمام؟ بعد كده لو انا كنت واقف في الويكلي نوت تيكن وفي الحاله دي لقيت بقى ان انا عندي بقت تيكن هروح للايه؟ للسترونج لايه؟ للويكلي ايه؟ للويكلي تيكن وهكذا. انا كنت واقف في التيكن او في الويكلي تيكن وطلع ان هو تيكن هروح للسترونجلي تيكن. لو انا كنت واقف في السترونجلي تيكن وطلع تيكن هفضل في نفس السايكل بتاعتي او في نفس الستيج بتاعتي. هنا لو كان نوت تيكن هنا لو كان ايه نوت تيكن. اللي احنا كنا بنعمله في الاول ان احنا نتابع كان احنا كان عندنا بس لو كان 1 بت بريدكشن ففي الحاله دي كان هيبقى عندي 2 ستيتس لا اما نوت تيكن لا اما ايه تيكن وبجامب ما بين الايه ما بين الاثنين. تمام؟ هنا بس زودت 2 ستيتس في النص بدل ما انا جامب على طول بحتاج ان انا اعدي على ايه على كذا ستيج. تمام؟ لا لازم في الاخر الباث بتاعك هيمشي كده. لو انت في السترونجلي تيكن هتروح تعدي للنوت تيكن فلازم ترجع ثلاثه ايه؟ ثلاثه نوت تيكن. هو ايه الهاردوير المحتاجين عشان نعمل بروسيس الايه؟ ايه الهاردوير المحتاجين عشان نعمل بروسيس الايه؟ عادي انت هنا ده عباره عن اربعه ستيتس فانت محتاج اثنين فليب فلوبس. الاثنين فليب فلوبس بتوعك في الاخر هيجيب لك الاربعه ستيتس. تمام؟ انت هتجامب على كل واحده على حسب ان انت بتشوف بتعمل سيركت بقى ثانيه او بتاخد السيركت بتاعه حساب الكونديشن. يعني احنا كنا قلنا ان احنا مثلا لو جينا في الديكود في سيركت موجوده هنا بتشوف هل البرانش بتاعي ده هيكون تيكن ولا هيكون نوت تيكن. صح؟ انت ممكن بقى تكون الاوتبوت بتاع السيركت دي هو اللي في الاخر هيحرك الاثنين فليب فلوبس بتوعك اللي موجودين هنا هيهديهم لانهي ستيت من الاربعه ستيتس اللي موجودين عندك. تمام؟ وبناء على قيمه او بناء على الستيت اللي انت واقف فيها في الفليب فلوب انت في الاخر هتبريدكت لا اما هو تيكن لا اما هو ايه؟ نوت تيكن. واضحه يا شباب؟ ماشي. هنا كان بقى بيقول دلوقتي ان انا عندي البرانشز دي، البرانشز دي كان مديني عدد البرانشز اللي موجوده قدامي وكان مديني الاكشوال دايركشن بتاعها. يعني بيقول لي البرانش ده في الحقيقه هل هو هيبقى تيكن ولا هل هو هيبقى ايه؟ نوت تيكن. تمام؟ وكان مديني الانيشال ستيت بتاعه التوب البريدكتورز اللي موجودين عندي سواء للبرانش بي 1 او ايه او بي 2. تمام؟ احنا كل برانش عندنا هيبقى ليه البريدكشن بتاعه. تمام؟ كل واحد ملوش علاقه بالايه ملوش علاقه بالتاني. بس فاللي احنا هنعمله بقى ببساطه ان احنا هنمشي مع كل برانش نشوف البريدكشن بتاعنا بيزد على الستيت اللي انا واقف فيها وبعد كده اشوف الاكتشوال ده هل الاكتشوال بتاعي ده مظبوط. هفضل مثلا لو انا كنت واقف هنا افضل في نفس الستيت ولا لا. لو انا كنت في الويكلي نوت تيكن هروح للسترونجلي تيكن او العكس لو انا كنت في الويكلي تيكن هروح للسترونجلي تيكن. تمام؟ ولا هيكون غلط فانا هموف على الايه على الترانزيشن الايه اللي بعدين او هموف على الستيت الايه اللي بعدين. واضح؟ طيب فدلوقتي ده كده لسه انا المفروض ان انا كده اول حاجه هبتدي ان انا اشوف برانش بي 1. تمام؟ بي 1 المفروض ان انا هعمل البريدكشن بتاعه زي ما احنا قلنا البريدكشن بتاعه مبني على الستيت اللي انا كنت واقف ايه؟ واقف فيه. لو انا كنت اصلا ويكلي نوت تيكن هبريدكت دلوقتي ان بي 1 بتاعي ماله؟ لا زي ما احنا اتفقنا البرانش بتاعي لا اما هيكون تيكن لا اما نوت تيكن. يعني البنش اللي هيجامب لا مش هيجامب الستيت بتاعتي دي هي المختلفه. تمام؟ ففي الحاله دي لو انا كنت واقف في الويكلي نوت تيكن هبريدكت ان هو ايه نوت تيكن. تمام؟ طيب هو نوت تيكن وهو اصلا في الحقيقه فعلا هو ايه نوت تيكن. صح؟ يبقى في الحاله دي البريدكشن بتاعي ماله صح مظبوط. طب لو انا كنت في الويكلي نوت تيكن والبريدكشن بتاعي طلع ان هو صح ارجع للايه للسترونجلي ايه للسترونجلي ايه نوت تيكن. تمام؟ بس فده اللي حصل عن بي 2 احنا لسه ما جيناش جنبه في حاجه هيفضل زي ما هو. ففي الحاله اللي حصلت عندنا دلوقتي ان بي 1 عملنا ان هو بريدكشن ان هو نوت تيكن بيزد على البريدكتور بتاعه وفعلا طلع ان البريدكشن بتاعنا مظبوط.
فلو انا كنت في الويكلي نوت تيكن والبريدكشن بتاعي مظبوط برجع للايه 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 للسترونج لايه نوت تيكن. تمام. طيب بالنسبه لبي 2، بي 2 البريدكتور بتاعه كان بيقول هو ايه ويكلي نوت تيك، فبريدكت ان هو ايه نوت تيك صح. هو هنا انا عملت بريدكشن ان هو نوت تيكن وطلع ان هو ايه تيكن صح، وانا كنت واقف في الويكلي نوت تيكن، فانا هجامب لايه ويكلي ايه تيكن. تمام. دي الكيس بتاعتي. وانس ان احنا فهمنا السيكونس ده، اي حاجه بعد كده هنمشي بنفس الايه بنفس النظام اللي احنا عملناه. تمام. طيب هنا يبقى عندي بي 1، بي 1 كان strongly not taken، هبريدكت ان هو not taken، البريدكشن بتاعي هيطلع مظبوط، هفضل في نفس الايه في نفس الستيت بتاعتي اللي هي strongly ايه not taken. بي 2، بي 2 كانت weakly taken، فهبريدكت ان هو ايه taken. تمام. taken taken مظبوط، هجامب للايه strongly ايه strongly taken وايه وهكذا. واضحه؟ ممكن بعد كده بقى نكمل، مفيش حاجة مختلفة في السؤال. not taken هنا مثلا احنا عملنا prediction ان هو not taken، طلع ال prediction بتاعنا غلط، فجنبينا من strongly not taken لweakly ايه لweakly not taken وايه وهكذا. تمام. كان بعد كده كان هو عايز يحسب البريدكشن او الاكيورسي بتاعت البريدكشن بتاعتنا. هو كان قال في السؤال اصلا ان حساب الاكيورسي بتاع البريدكشن ان احنا نشوف احنا عملنا كام بريدكشن صح من البرانشات اللي موجوده ايه اللي موجوده عندنا. فاحنا عندنا 10 بريدكشنز، فيهم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 كام 7. فانا عندي 7 بريدكشنز مظبوطين من الكام من ال 10. لو انتوا كنتوا حاولتوا ان انتوا تعملوا ده ب 1 بيت بريدكتور، في الاخر كنتوا هتلاقوا ان ممكن الاكيورسي دي تكون ايه اقل من ايه اقل من 70%. تمام. ماشي. هنا ده سؤال ما فيهوش حاجه. هنا كان دلوقتي بيقول ان احنا عندنا الميبس اسامبلي كود اللي موجود قدامنا، وكان عايز ايدنتيفاي الداتا ديبندنس سواء كان ريد افتر رايت رايت افتر ريد وهكذا، وكان عايز يشوف ايه التو انستراكشنز وايدنتيفاي اني واحد ديبندنت على الايه على التاني. تمام. ستيل ده برضه ما فيهوش اي حاجه جديده. هو مثلا لو احنا بصينا عندنا هنلاقي مثلا ما بين الديف والاد مثلا في ريد افتر رايت، في عندنا مثلا في الستور، الستور مثلا هنا برضه ستيل هيريد افتر رايت موجود هنا. ايه تاني عندنا هنا مثلا في F8 هنا هيرايت افتر ريد، وفي فين 8 اخر 2 وفي هنا عندي ريد افتر رايت. تمام. وفي عندي في 10 ريد افتر ريد، وهنا عندي رايت افتر رايت. تمام. F6 ما بين 3 و5 رايت افتر ايه رايت افتر ريد. تمام. اهم حاجه بس ما نتلخبطش في الحته دي، ان الستور بتاعي انا دايما ايه بعمل ريد، انا الستور ما فيهوش اي ايه اي كتابه خالص. تمام. الكتابه بتكون فين في الميموري. تمام. طيب فهنا ما فيش اي حاجه في السؤال ده. هو احنا عملنا الريد افتر رايت الرايت افتر رايت الرايت افتر ريد، وحددنا له ايه هم التو انستراكشنز، وانهي ريجستر هو اللي ايه هو عليه الديبندنس او هو عليه الديتا ديبندنس اللي موجوده عندنا. بعد كده بس هو كان في السؤال الثاني كان بس عايز يشوف ان احنا ازاي ان احنا ايه هي الحاجات الهازردز وايه هي الحاجات اللي نوت هازردز. تمام. هي مين اللي هنا لو احنا كنا عايزين ندتكت ايه هي الحاجات الهازرد وايه هي الحاجات اللي لا، عشان يبقى السؤال مظبوط كنا احنا هنا ممكن نرسم البايب لاين بتاعنا، او لو انت مش محتاج ان انت ترسم البايب لاين انت مثلا بتبقى عارف ايه الحاجات مثلا ان ده مثلا ممكن يعمل لك ستول كام سايكل. لو مثلا ده كان هيعمل لك ستول مثلا 1 سايكل، والتو انستراكشنز اللي انت شغال عليهم في مثلا انستراكشن موجود في النص، ففي الحاله دي المفروض مش هيحصل عندك ايه هازر صح. فاهمين كلامي ولا لا؟ تاني احنا كنا بنقول ان احنا ممكن يبقى عندنا data dependence موجود، بس ال data dependence ده ما يعملش عندي hazard صح؟
يعني مثلا ممكن اقول ان في عندي داتا ديبندنس ما بين انستراكشن رقم 1 و5 تمام، بس 1 و5 في ديبندنس بس مش هيعمل عندي هازارد في السيستم صح، لان هو الاثنين لو دخلوا البايب لاين مش هيعملوا له خالص اي ايه اي مشكله. نفس الفكره انا ممكن يبقى عندي اثنين انستراكشنز ورا بعض، او مش لازم يكون بقى ورا بعض، يعني مثلا في انستراكشن موجود منهم في النص، واحد منهم مثلا لو كان لود، احنا عارفين مثلا ان اللود مثلا دايما هيعمل لي على الاقل لو انا ما عنديش فوروردنج موجود هيعمل اثنين سول سايكلز تمام. كنا احنا بنقول لو احنا كنا عملنا باي باس الاثنين دول هينزلوا كام؟ لواحد صح. فلو انا كان عندي اللود بتاع اللي موجود ده ما بينه وما بين الانستراكشن اللي فيه ديبندنس عليه في تو انستراكشنز موجودين، في الحالة دي اللود مش هيعمل لي أي هازارد، هو ستيل الديبندنس موجود بس الهازارد إيه؟ مش موجود، تمام؟ هو هنا السؤال محلول أو أنا حله بشكل عام، تمام؟ بس لو إحنا إيه؟ وأنا أعرف منين يعني هو انستراكشنز اكتيفيجن غير الموتيفيكيشن؟ فاهم؟ ساعتها برضه لا لا ما أنا قصدي ما دام هو في السؤال ما قاليش إن ده، إحنا عارفين إن الديفيجن دايماً هيكون أطول من الحاجات التانية، هو في السؤال ما حددليش إن مثلاً الديفيجن ده عدد الاكسكيوشن ستيج بتاعته قد إيه؟ هعتبر ان هم كلهم زي بعض تمام. يعني احنا باي ديفولت عارفين ان الديفيجن هياخد وقت اطول، حتى هنا كمان هتلاقوا ان هو بيحط هنا افات مش ارات، بما انه بيشغل كانه بيشغل على فلوتنج بوينت يونت مش بيشتغل على اي ال يو عاديه تمام. يعني ليه مثلا بيحط اف بيحط ايه ار 1 تمام. طيب فاللي انا بقوله لو هو ما حددليش في السؤال الديفيجن كام سايكل، هعتبر في الاخر ان هم بياخد 1 اكسكيوت ستيج واحد تمام. بس فهنا السؤال زي ما بقول لكم هنا حله بشكل عام ان احنا عارفين ان الحاجه الوحيده اللي احنا محتاجين لها نعمل لها باي باس اللي هي هتكون دايما الريد افتر رايت تمام، لكن بالنسبه للرايت افتر رايت او للرايت افتر رايت دايما هنحله ان احنا نغير الايه نغير الاسامي بتاعه الريجسترز اللي احنا ايه اللي احنا عندنا فيها هازرز ايه موجوده في السيستم بتاعي تمام. ايوه ايوه المعلومه دي بس هي هنا محطوطه بحيث مثلا بالظبط. ليه؟ لان احنا هنا قلنا ان احنا فيها عندنا ريجستر فايل انا بكتب فيه صح. ممكن واحد يجي يقول لي طب ما انا مثلا في مرحله الديكود او مثلا في مرحله الاكسكيوت انا محتاج اخد الريجسترز انا هجمعهم مثلا لو انا كنت بعمل اد صح، فانا ممكن في ستيج معينه سواء ديكود او اكسكيوت تمام انا هقرا من الريجستر فايل، وممكن في نفس اللحظه يكون في انستراكشن قبليه بيكتب فين في الريجستر فايل، فهو بس حاطط لك المعلومه دي بحيث يبقى انت عارف ان مش هيحصل ديبندنس ما بين الاثنين، او انت ما بتقولش ان انا الريجستر فايل بتاعي هكون محتاجه في نفس اللحظه لتو انستراكشنز مختلفين في تو ستيجز ايه مختلفين عن بعض تمام. يعني مش موجود هنا؟ لا هو ملوش علاقه ملوش علاقه. ايوه انا فاهم، ما انا بقول لك ان السؤال ده حله بشكل عام مش حله على الكود ده فاهم. فهو الكود ده لو كان انت مشيت عشان انت لو لقيت مثلا ان انت محتاج تريد انستراكشن مثلا وهو بيتكتب في نفس اللحظه، ما تقولش ان ده هيعمل هازارد عندي تمام. هو عشان كده محدد ده فين في السؤال بتاعي. يعني بقول لك انت ممكن لو انت تبقى متاكد ترسم البايب لاين بتاعك، لو انت عارفها مثلا بعينيك ان عارف ده هيعمل ستولينج ولا لا ممكن تحلها على طول تمام. بس هي الفكره كلها ان نبقى احنا دايما عارفين بس ان دايما الحلول بتاعتنا لاي داتا ديبندنس هتكون حاجه من الاثنين. اول حاجه باي باس، الباي باس ده بيحل الريد افتر رايت بس بيحلهم كلهم ما عدا حاجه واحده لو انا كان عندي ايه لود تمام. بالنسبه بقى للرايت افتر ريد او للرايت افتر رايت في الحاله دي مش محتاج ان انا اعمل باي باس، الحل دايما اسهل ان انا اعمل ري نيم للايه للريجسترز ايه بتاعتي تمام. طبعا ده حل اسهل لان الريجستر ري نيمينج انا مش محتاج ان انا اغير في اللوجيك بتاعي تمام. انت هنا الريجستر رينيمنج انت حاجه اصلا ممكن تعملها الكومبايلر نفسه هو اللي يعملها، يعني انت مش هتغير في الديزاين بتاع الهاردوير بتاعك تمام. لكن حاله الباي باس لا، انت محتاج ان انت ايه تغير في الايه في الديزاين بتاعك. زي ما احنا برضو كنا شرحناه قبل كده، احنا كنا قلنا الباي باس مثلا بيحصل عندنا كان انت بتعمل مثلا
فيدباك من سيركت موجود عندك. يعني ايه؟ هو انا بس عشان كنت شرحتها في سكشن من السكشنز واعتقد ما كانش متصور. احنا اصلا كنا بنقول عندنا فيتش، عندنا ديكود اكسكيوت ميموري، ايه رايت باك، عندنا فيتش ديكود اكسكيوت ميموري ايه رايت باك. تمام. طيب دلوقتي احنا كنا بنقول ان احنا مثلا لو كان دولت تو انستراكشنز مش لود ولا اي حاجه، كان اد مثلا وسبتراكت، بس ده فيه مثلا ريد افتر رايت. يعني هنا مثلا في R1 وفي هنا كام؟ R1 برضه. تمام؟ احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ان في الحالة دي، في الحالة الطبيعية لو ما كانش في باي باس موجود، كنت محتاج ان انا استنى لحد الرايت باك ستيج علشان ابتدي اعمل ايه؟ اعمل اكسكيوت، صح؟ فكان مين الاكسكيوت بتاعي كان بيفضل متعطل لحد ايه؟ ما الرايت باك بتاعي ينتهي واخد الايه؟ الداتا بتاعتي. تمام؟ بس احنا كنا قلنا الباي باس بتاعنا مش محتاجين ان احنا نستنى الداتا تتكتب، لان اصلا الداتا بتاعتي افيلبل من نهايه الايه؟ من نهايه الاكسكيوت. تمام؟ فقلنا في الحاله دي خلاص انا ممكن ابص الداتا بتاعتي من الاكسكيوت اللي انا فيها للاكسكيوت الايه؟ اللي بعديه. بس زي ما احنا اتفقنا قبل كده انا عندي كام بايب لاين في السيستم؟ هو بايب لاين واحد. تمام؟ ما عنديش اكتر من بايب لاين، احنا بنرسمهم او بنحطهم بالشكل ده علشان نبقى شايفين بعينين، بس اكشولي هو في الحقيقه هو ايه؟ هو بايب لاين واحد. يعني احنا عندنا فيتش واحده، عندنا ديكود واحده، عندنا اكسكيوت واحده، عندنا ميموري واحده، عندنا ايه؟ رايت باك واحد. اللي بيحصل عندي ان مثلا في اول سايكل اي 1 بيخش في الفيتش، السايكل اللي بعدها اي 1 ده يدخل في الديكود واي 2 يدخل في الايه؟ في الفيتش بتاعي. هو سيم 1 بايب لاين. السايكل اللي بعدها اي 1 هيخش في الاكسكيوت، 2 هنا، 3 هنا، وايه؟ وهكذا. فانا عندي ستيج بقى دلوقتي ان هيكون مثلا اي 1 دخل هنا واي 2 دخل هنا، وانا عايز الاكسكيوت بتاع اي 1 يباصي للاكسكيوت بتاع ايه؟ اي 2 اللي هو نفس الايه؟ نفس الاكسبستيج بتاعتي. ففي الحاله دي لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل فيدباك. تمام؟ فالفيدباك بتاعي ببساطه ان انا مثلا لو كان ده الاي ال يو بتاعي، هاخد الاوتبوت اللي داخل عندي ويخش مثلا عندي على ايه؟ مالتيبلكس. ان مثلا في الانستركشن الاولاني الاوتبوت اللي كان موجود هنا هيبقى موجود على المدخل بتاعت الايه؟ المالتيبلكسر بتاعي. لما يجي الانستركشن اللي بعديه اللي هو السبتراكت، تمام؟ في الحاله دي انا محتاج اخد القيمه اللي كانت موجوده في السايكل اللي قبليه، فانا هعدي الايه؟ هعدي الفاليو دي. تمام؟ فالباي باس بالنسبه لنا كامبلمنتيشن هو ان انا عملت ايه؟ ان انا عملت فيدباك من الايه؟ من الاوتبوت بتاع الايه؟ بتاع الاليو. واضح؟ ماشي. بعد كده هنا لا، ما انت بتثبت سورس واحد، ما انت بتثبت سورس واحد. يعني انت بتقول مثلا اصل انت في الاخر انت بتديزاين سلكه واحده، يا اما مش سلكتين. تمام؟ فانت بتديزاين سلكه واحده. انت اصل لو عندك ان ده هيبقى مختلف، الكومبايلر بقى بتاعك هو اللي بيظبط، هو اللي بيبقى عارف الاركتكتشر بتاعك شكله عامل ازاي. فهو في الحاله دي مثلا هيبقى عارف ان لو كنت حتى مغير الترتيب هو هيظبط انه يحط هنا الثاني ويعدي هنا ايه؟ اي 1. تمام؟ احنا نخلي بالنا احنا وانس ان احنا الامبلمنتيشن بتاعنا خلص، انت كل حاجه بتبنيها على الديزاين اللي انت عامله. طيب هنا كان اخر سؤال شباب، هنا كان اخر سؤال، ما كانش يعني ما كانش في اي حاجه غير ان احنا الحاجات اللي احنا كان عندنا فيها رايت افتر رايت او رايت افتر ريد، كل بس اللي احنا هنعمله ان احنا هنغير ايه؟
هنغير الريجستر نحط اي رقم ايه، اي رقم مش موجود عندنا في الايه في الكود بتاعنا. تمام، هنا مثلا حطينا 18 16 اي ايه اي رقم. تمام، طيب دي مساله اطول شويه. هنا كان بيقول دلوقتي ان احنا عندنا الفريجمنت، الكود فريجمنت اللي موجوده قدامنا دي، الكود فريجمنت لو احنا بصينا عليها هنلاقي ان هي عباره عن تو برانشز. تمام، بس نوعا ما الاوتبوت بتاع البرانش ده او الجزء ده مين اللي هيحدد لي الايه البرانش اللي بعديه. يعني مثلا ايا لو البرانش ده كان نوت تيكن ودخلت الدي بتاعتي بقت 1، دايما في الحاله دي البرانش دايما هيكون ايه؟ لا هيبقى ايه فعلا ايه؟ هيكون تيك. تمام؟ اسف، لو ده تيكن ده يتنفس. ده لو البرانش بتاع ده كان تيكن، تمام؟ معنى كده ان الدي بتاعتي هتبقى ب 1، معنى كده ان دايما هيكون البرانش بتاعي التاني هيكون ايه؟ هيكون تيكن. تمام؟ فمعنى كده لو احنا بصينا هنلاقي ان نوعا ما في كورليشن ما بين التو ايه؟ التو برانشز دول. تمام؟ طيب فهنا الديزاين بتاعنا احنا عاملين بريدكشن مختلف شويه. تمام؟ البريدكشن بتاعنا مبني على حاجه اسمها كورليشن بت. تمام؟ ان انا في عندي كورليشن بت، الكورليشن بت دي هي اللي بتحدد لي البريدكشن بتاعي. هي اللي هتحدد لي البريدكشن بتاعي هيكون تيكن ولا ايه؟ ولا نوت تيكن. مينلي الكورليشن بت دي بتحسن لي البريدكشن بتاعي لو كان في عندي كورليشن ما بين البرانشات. تمام؟ لكن لو كان البرانشات بتاعتي كانوا ان كورليتد ما كناش هنلاقي اي تحسن خالص في الايه؟ في التكنيك الجديد اللي احنا عملناه ده، يعني ده تكنيك جديد بنبريدكت بيه البرانشات بتاعتي مبني او هيحسن لي البريدكشن بتاعي لو كان في كورليشن ما بين التو جامبس اللي ايه اللي موجودين عندي. تمام؟ طيب هو دلوقتي بيقول ان احنا عندنا البريدكتورز بتاعتي 1 بت، يعني يا اما يكونوا نوت تيكن يا اما تيكن. وبيقول لي دلوقتي ان انا عندي الكورليشن بت بتاعتي انيشيلايزد بايه؟ انها تكون ايه؟ انها تكون ايه؟ تيكن. تمام؟ طيب وبيقول لي ان الدي بتاعتي هتتغير ما بين 1 2 1 2، ومره هتتغير ما بين 0 2 كام و0 كام و0 2. تمام؟ طيب ده كده شكل الايه؟ شكل التيبل بتاعي. دي قيم الدي بتاعتي، مره بواحد مره باتنين. تمام؟ طبعا كل مره الدي بتاعتي هتخش على التو برانشز بتوعي، صح؟ يعني ده شكل الكود بتاعي اهو. الدي مره هتخش لي ب 1. تمام؟ فمثلا لو الدي بتاعتي ب 1 اول كيس ده هيبقى ايه؟ هيبقى نوت تيك، صح؟ لان الدي بتاعتي بكام؟ ب 0، فهي مش هيخش هنا بس فين؟ هيخش ايه؟ هيخش هنا. تمام؟ المره اللي بعدها هيكون بكام؟ ب 2. تمام؟ فهو لا هيدخل هنا ولا ايه؟ هيدخل هنا وايه؟ وهكذا. تمام؟ طيب بعد كده احنا هنا بنشوف البريدكشن بتاعنا اللي احنا هنحطه، بنشوف بقى الاكتوال دايركشن بتاع الايه؟ بتاع البرانش بتاعي، هل هو اصلا في الحقيقه تيكن ولا ايه؟ ولا نوت تيكن. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الكورليشن بت. الكورليشن بت دي هي اللي هتحدد لي او دي اللي انا هستخدمها علشان ابريدكت هل البرانش بتاعي هيكون تيكن ولا ايه؟ ولا نوت تيكن. تمام؟ الكورليشن بت دي هيبقى لكل بريدكتور موجود عندي هيبقى ليه تو كولومز كده. كولومن هختاره او هختار القيم منه لو كان الكورليشن بتاعي نوت تيكن، ولو كان الكورليشن بتاعي تيكن هشتغل على العمود ده. معايا؟ تاني يعني احنا بنقول ان لكل برانش موجود عندي هو ليه بريدكتور، البريدكتور بتاعي ده كام بت؟ 1 بت. تمام؟ يعني البريدكتور بتاعي هيكون لا اما نوت تيكن لا اما هيكون ايه؟ تيكن. بس هعمل بريدكتور لكل كورليشن موجود عندي. يعني مثلا بي 1 او برانش الاولاني
هعمل له بريدكتور في كيس، في حاله لو كانت الكورليشن بيت بتاعتي كانت تيك، وهعمل له بريدكتور تاني في حاله لو كانت الكورليشن بتاعتي كانت ايه نوت تيك. فاللي هعمله ببساطه ان انا قبل ما بريدكت هشوف اصلا الكورليشن بيت بتاعتي هي تيكن ولا نوت تيكن. لو الكورليشن بيت بتاعتي كانت تيكن يبقى انا هبريدكت من الايه من الكولومن ده. لقيت الكورليشن بيت بتاعتي كانت نوت تيكن هبريدكت من الكولومن الايه التاني. ده بالنسبه للبرانش الاولاني، هعمل نفس الكلام بالنسبه للبرانش الايه البرانش التاني. واضح؟ فانا هنا هيكون البريدكشن بتاعي مبني على القيمه بتاعه الكورليشن ايه الكورليشن بيت لكل برانش من التو برانشز اللي ايه اللي موجودين عندي. طيب لو احنا بصينا كده قبل ما نحل السؤال، تعالوا مثلا نبتدي بالنسبه لبي 1. تمام، بي 1 احنا المفروض ان انا احط البريدكشن بتاعي اصلا هيكون ايه. احنا قلنا البريدكشن بتاعي مبني على القيمه بتاعه الايه الكورليشن بيت. الكورليشن بيت بتاعتي ايه تيكن، صح؟ فتيكن معناه ان انا اشتغل على انهي عمود من الاثنين، العمود ده، صح؟ العمود ده انا كنت واقف في النوت تيكن، انا واقف في النوت تيكن هبريدكت ان هو ايه نوت تيكن، صح؟ فانا هنا هبريدكت ان هو فعلا هيكون نوت تيكن. تمام، طب هو في الحقيقه بقى هيكون تيكن ولا نوت تيكن؟ هنا كانت الدي بتاعتي ب1، والبرانش الاولاني بيقول لي لو الدي بتساوي 0 جامب على ايه دي ايكوال كام، دي ايكوال 1. ففي الحاله دي لو الدي بتاعتي بواحد هل هجامب على الجزء ده؟ لا، يبقى الاكشوال هيكون ايه نوت تيك. تمام، يبقى انا اصلا عملت البريدكشن بتاعي ان هو هيكون نوت تيكن وطلع الاكشوال بتاعي هيكون ايه نوت تيك، صح؟ ففي الحاله دي دي كده كوركت ستيت، فالنوت تيكن بتاعي هفضل على نفس الايه نفس البريدكشن اللي انا كنت عامله قبل كده. النوت تيكن هتفضل هي ايه، اسف، النوت تيكن هتفضل هي ايه نوت تيك. تمام، ايه ده انعكس، ثانيه واحده بقى، الدي بتاعتي ب1 ماشي. طيب انا هنا عامل العكس، انا هنا قايل ان هو هيكون تيكن. تمام، يعني الحل ده انا هنا عامل ان هو تيكن، عامل الحاله العكسيه، يعني هو لو هيتيكن هيجامب من الايه هيجامب من اللوب بتاعتي، يعني مش هيعدي على ده. فاهمين تاني؟ يعني اللي احنا كنا قلناه ان هو معنى ان هو هيكون not taken معناه ان هو ايه مش هيجامب. ايه مش سامع؟ ايوه، ما انا قلت كده. اه، ما انا بقول ان احنا في الحل اللي انا حله دلوقتي لقيت ان انا عاكس الايه عكس الديفينيشن بتاعي، ان هو بقول مثلا لو هو هيبقى taken معناه ان هو ايه هيجامب. معايا؟ يعني الحل اللي موجود في السلايدز معناه ان انا بقول ماشي يا شباب. هنا دلوقتي الدي بتاعتي هتكون بكام؟ الدي بتاعتي هتكون ب1، صح؟ طيب 1 ده معناه ان انا مش هخش فين؟ مش هخش جوه الايه؟ جوه الاف. تمام، ففي الحاله دي هعمل ايه؟ هجامب. تمام، ففي الحاله دي اعتبرت ان الجامب بتاعي هو هيكون ايه تيك. تمام، الايه ماشي. هو المفروض الصح، المفروض الصح ان التيكن بتاعنا معناه ان هو هيجامب، هيجامب على الكونديشن ايه اللي هو عامله. لو نوت تيكن معناه ان هو مش هيجامب على الكونديشن اللي هو عامله، يعني الكونديشن بتاعه مش متحقق، ان انا عكسها. تمام، عشان بس ايه ما حدش يتلخبط في الايه في الحل.
ما انا بقول لك على حسب احنا معرفينه ايه. يعني انا بقول ان احنا في الحل بتاعنا معرفينه ان هو المفروض ان ده هي ايه هاي جامب، تمام؟ فالطبيعي ان هو هاي جامب، يعني هاي جامب على الكونديشن او على التارجت اللي هو الكونديشن بتاعه متحقق، تمام؟ هنا انا عكس، هنا ان انا عامل ان هو هاي جامب معناه ان هو مش هيخش جوه الايه جوه الاف بتاعتي، تمام؟ ممكن برضه اتاكد لكم من دكتور حسام هو تعريف الجامب او تعريف التيكن والنوت تيكن بتاعه ايه، بحيث لو جاي بعد كده سؤال ان شاء الله في الايه في الميد تيرم باذن الله، تمام؟ بس هو لو جات لكم حاجه في الكويز هبقى احطها لكم برضه صراحه، ان التيكن او النوت تيكن معناها ان هو ايه هاي جامب للكود نفسه او للسكشن نفسه، ولا هاي جامب يعني مش هيعدي، مش هيخد، مش هيدخله يعني. ماشي، بس التبر هيكون غلط. لا انت يعني هو لازم يكون مديهولك في السؤال، هو جيف ايه؟ ايوه، ما احنا اللي حسبناه، مش انت عندك قيم الدي وعارف هنا دي ده ودي ده، هل الدي ده ب 1 ده هيجامب ولا مش هيجامب؟ هيخش هنا؟ مش هيخش. الدي بتاعتي ب 1 ودي ب 0، تمام؟ فانا هنا اقدر احسبها عادي. في السؤال الاولاني لو انت كنت بصيت عليه هتلاقي ان هو ايه؟ السؤال الاولاني كان هو اصلا مديك الايه الاكشوال دايركشن بتاعك، هل هو اصلا في الحقيقه هيبقى تيكن ولا ايه ولا نوت تيكن، تمام؟ ماشي يا شباب. فالحل في السلايدز ده شباب، الحل اللي موجود في السلايدز دي هيكون معنى التيكن بتاعي معناه ان هو هيجامب، هيجامب يعني مش هيخش جوه الايه هو الاف بتاعتي، تمام؟ عشان ما حدش ايه ما حدش يتلخبط. بس طيب، فلو احنا بصينا دلوقتي عليه هنلاقي دلوقتي هنا شباب صوت بعد اذنكم، هنلاقي هنا ان هو كان not taken وطلع ان هو taken، تمام؟ ففي الحالة دي البريدكشن بتاعي مش هيكون مظبوط، تمام؟ لو البريدكشن بتاعي مش مظبوط هرجع في الاخر هسيب الكوريشن بيت بتاعتي بنفس الاكشوال دايركشن، صح؟ يعني الكورليشن بيت دي اللي انا هستخدمها علشان ابريدكت بعد ايه؟ بعد كده الاسشن الجديد، صح؟ فلازم تكون القيمه بتاعتها القيمه المظبوطه بتاعت الايه؟ بتاعت البرانش بتاعي. على حسب، يعني انا بقول لك على حسب القيم بتاعتك. انت لو دخلت مثلا، لو احنا كنا بنقول القيم بتاعتنا، لو انت كنت دخلت نفذت الجزء الكود ده دايما ايه هيتنفذ. طب ده لو ما اتنفذتش ملهاش علاقه، فعلى حسب القيم بتاعت الايه بتاعت الدي، تمام؟ الدي دي لو كانت هنا اول مره بزيرو، كل مره دي هتخش بزيرو، دي دايما هتبقى نوت تيك، هتتنفذ ايه معانا. لكن هنا الدي بتاعتك لما كانت ب 1 دي ملهاش علاقه خالص بايه؟ خالص بدي، على حسب القيم بتاعتك. علشان كده هو هنا في السؤال جايب لك قيمتين مختلفتين عشان تشوف الايه؟ ان لو كان ده او 1 او 0 هيبقى ايه الفرق ما بين ايه؟ هي ايه بالظبط؟ ما يعني يس نو تيك نوت تيك. ما هاخدها الاكشوال لان الاكشوال ده الصح. يعني المفروض دلوقتي احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ان انت البريدكشن بتاعك اللي انت هتعمله هنا مبني على الكورليشن بيت اللي قبليك، صح؟ فلو دي كانت غلط انت هتعمل بريدكشن غلط. فلما تيجي تحط قيمه للكورليشن بيت هتاخد القيمه الايه؟ القيمه المظبوطه للبرانش بتاعك اصلا، حتى لو انت كنت عامل بريدكشن ماله؟ بريدكشن مش مظبوط. لان في الاخر قيمه الكورليشن بيت دي اللي انت هتبنيها تبريدكت عليها كام؟ بي 2، تمام؟ فعشان كده لازم تكون الكورليشن بيت بتاعتك القيمه بتاعتها هي القيمه الحقيقيه للايه؟ للبرانش ده، تمام؟ فاللي هيحصل عندي دلوقتي ان احنا عملنا بريدكشن ان هو نوت تيكن لان الكورليشن بيت اللي قبليه كانت تيكن، فمعنى كده ان انا هشتغل على الكولومن ده. الكولومن ده كان بيقول لي ان انا كنت واقف في النوت تيكن،
فبريدكت ان هي نوت تيكن، طلعت انها تيكن، ففي الحاله دي الكورليشن بيت بتاعتي هتكون نفس القيمه الحقيقيه او الاكشن بتاعت الايه بتاعت البرانش. تمام، انا هنا كنت عامل الست اللي قبليه كنت قايل انها ايه نوت ايه نوت تيكن صح، والبريدكشن بتاعي طلع ماله مش مظبوط صح. لو انا كنت قايل انها نوت تيكن والبريدكشن بتاعي طلع انها تيكن او عملت مس بريدكشن، هجامب للايه للتيكن بتاعتي. نخلي بالنا ان احنا مثلا في السطر ده انا لا بشتغل على الكولومن ده ولا بشتغل على ده ولا ده، انا مثلا بالنسبه لبي 1 انا ماليش علاقه بالبريدكتورز بتاعت بي 2، فدولت هيفضلوا زي ما هم. بالنسبه لبي 1 انا هشتغل على عمود واحد من الاثنين دولت، لا اما النوت تيكن لا اما الايه التيكن. انا كنت شغال عند التيكن لان الكوريشن بيت اللي قبليه كانت مالها كانت تيكن، انا عملت بريدكشن انها نوت تيكن طلعت ايه تيكن، يعني البريدكشن بتاعي كان صح ولا غلط؟ غلط صح. فلو انا كنت اصلا نوت تيكن والبريدكشن بتاعي طلع غلط، الطبيعي ان البريدكتور بتاعي هيبقى ايه هيجامب للايه للتيكن صح، نفس اللي احنا كنا عملناه لما احنا كنا عاملين الاربع ستيتس. بس انا عندي تو ستيتس، البريدكشن بتاعي مظبوط هفضل في نفس الستيت، البريدكشن بتاعي كان غلط هجامب للستيت الايه الثانيه. هنا دلوقتي هخش على بي 2. بي 2 زي ما احنا قلنا البريدكشن بتاعه معتمد برضو على الكورليشن بت اللي موجوده بين الاثنين. الكورليشن بت بتاعتي هي مالها تيكن صح، يبقى هشتغل على انهي عمود من الـ من التو بريدكتورز بتاعت بي 2، العمود اللي هو بتاع الايه بتاع التيكن، عمود اللي هو كان تيكن كان قايل لي انها ايه نوت تيكن، يبقى انا في الحاله دي هبريدكت انها ايه نوت تيكن. تمام، فانا هبريدكت انها نوت تيكن وبعد كده اشوف هل هي هتبقى تيكن ولا ايه ولا نوت تيكن. تمام، طيب انا الحاله بتاعتي هنا دلوقتي احنا قلنا ان بريدكت نوت تيكن وكنا قلنا ان الدي بتاعتي ب 1، الدي بتاعتي ب 1 معناه ان هو هيخش جوه الاف ولا لا، هنا هيجامب ولا مش هيجامب؟ مش هيجامب صح، معنى ان هو مش هيجامب معناه ان هو هيكون ايه نوت تيكن. تمام، ففي الحاله دي انا عملت البريدكشن بتاعي ان هو نوت تيكن وطلع الاكشوال ان هو نوت تيكن. تمام، يبقى البريدكشن بتاعي مظبوط صح، البريدكشن بتاعي مظبوط معناه ان النوت تيكن هتفضل ايه نوت تيكن زي ما هي. تمام، بس الاكشوال بتاعي اتغير، فهنا اروح ارجع اظبط في الايه في الكورليشن بيت بتاعتي، لان الكورليشن بيت دي اللي انا هستخدمها تاني علشان ارجع انفذ البرانش الايه البرانش اللي بعديه وهكذا. بالظبط، ما انت ايه الاكشوال دايركشن ده في السيركت عندك فين؟ ايوه كديزاين، لما تيجي تاخد سلكه تلاقي اما عليها 1 او 0، السلكه دي هتكون ايه؟ الاكشوال دايركشن ده احنا عارفينه ببقنا كده، بس في الاخر الكورليشن بت هي الحاجه الامبلمنتيشن الديجيتال للاكشوال دايركشن ده. فاهمني؟ يعني انا قصدي في الاخر ان انت مثلا هيبقى في عندك بت، البت دي مثلا هتكون طالعه من الديكود اللي بيشوف البرانش بتاعك هل هو هيكون تيكن ولا نوت تيكن، السلكه دي هي بالظبط اللي بتعبر عندك على ايه؟ على الكورليشن بت. بالظبط اه. ايوه، ما لو انا جيت قلت لك مثلا اشيل الاكشوال دايركشن انت هتقول لي الكوليشن بيت دي جت منين؟ ماشي، بس هو الصح يعني ان انت كنت تمشي بالسيكونس ده، ان انت تشوف الاكشوال دايركشن بتاعك هو كان ايه لمجرد الفهم او لمجرد ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه كخطوات، لكن انت عملته مش غلط، انت بس ايه عديت الستيب بسرعه بس وخلاص، بس هي في الاخر هي سلكه واحده اللي هي بتعبر عني على الكوليشن بيت بتاعتي. تمام، فاللي احنا بنعمله هنا ان احنا دلوقتي البريدكشن اللي احنا بنعمله مثلا في بي 1 هو معتمد على الكورليشن بت اللي قيمتها جايه من فين؟ من بي 2 اللي قبليه، ونفس الفكره بي 2 هتكون قيمه البريدكشن بتاعها مبني على قيمه الكورليشن بت اللي الفاليو بتاعته حصل لها ابديت من الاوت كوم بتاع ايه؟ بتاعت بي 1. فاللي احنا بنعمله هنا ان التكنيك ده البريدكشن بتاعي القيمه بتاعته هي مبنيه على القيمه بتاعه الكورليشن بت اللي هي بالاساس مبنيه على البرانش الايه البرانش اللي قبليه.
واضحة يا شباب؟ ماشي. يعني ايه؟ تاني مش فاهم السؤال. حلو تمام. نعتبر انها لوب. ايه؟ لا لا، هو هنا كان بيقول ان القيم بتاعتنا بتتغير ما بين 1 2 و1 2، كأن بالظبط الكود بتاع هنا كان في لوب. معايا؟ يعني مثلا ان احنا مثلا بعد ما خلصنا ده هنرجع ننفذ ده تاني، كأن الكود بتاعنا ده عمال بيلف في لوب، هو بيقول انها بتالترنيت ما بين الايه؟ ما بين الكونتين دول. تمام؟ وبرده لو احنا برده حتى لو ما كانش في عندي لوب، احنا في الاخر البرانشات كلها بتاعتي هتكون مبنيه على بعض. يعني مش بروح اعمل مثلا كورليشن بت للجزء ده من الكود، لو انا عندي جزء تاني اعمل له كورليشن بت لوحدها، جزء تالت اعمل له كورليشن بت لوحدها، هو في الاخر سيركت واحده للبريدكشن كله. ده بقى كان مثلا اتنفذ جه بعديه واحد تاني اتنفذ، هيبني على نفس الايه؟ نفس اللوجيك اللي كان موجود عندي. تمام؟ هي اسئله يا شباب؟ طيب هنكمل بقى عادي. هنا مثلا دلوقتي محتاج ان انا ابريدكت بي 1 ابص على الكورليشن بيت بتاعتي نوت تيكن. نوت تيكن معناه ان انا هشتغل على العمود ده، العمود ده كان بيقول لي ان انا نوت تيكن، فهبريدكت ان انا ايه؟ نوت ايه؟ نوت تيكن. تمام؟ في الحاله دي لو كانت الدي بتاعتي كانت ب2 ستيل برضو معناه ان هو جامب هيبقى ايه؟ هيبقى تيكن هيطلع مش مظبوط. مش مظبوط معناه ان نوت تيكن هتبقى ايه؟ هتبقى تيكن، الباقي يفضل زي ما هو، وبعد كده الكورليشن بت هتتغير تبقى ايه؟ تبقى التيكن الجديده بتاعتي او القيمه الجديده بتاعتي، وافضل مش في السيكونس كده ايه؟ نفس السيكونس ايه؟ نفس السيكونس عادي. واضحه يا شباب؟ بس بعد كده بقى مفيش اي حاجه، هي نفس الخطوات بالظبط، مفيش اي حاجه مختلفه، نفس الكلام بالنسبه ل 02 02 02. بس الاختلاف الوحيد ان دي هتكون بدل ما هي كانت هتكون تيكن هتكون ايه؟ هتكون ايه؟ هتكون نوت ايه؟ نوت تيك. تمام؟ بس ونمشي بعد كده بنفس الايه؟ بنفس السيكونس ايه؟ نفس السيكونس عادي. اي اسئله؟ الايه؟ شباب ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. في الكود ده لو انت بصيت هيطلعوا الاثنين زي بعض. تمام؟ في الكود ده، بس مش شرط معناه ان الحاله دي ان البرودكشن بتاعنا ما كانش كويس. هي يعني على حسب زي ما احنا قلنا القيم بتاعتك او الفاليوز بتاعتك اللي بتتحط هل هتاثر عندك في السيستم ولا لا. احنا بنتكلم ان ده تكنيك بتستخدمه لو كان في عندك كورليشن ما بين اكتر من حاجه. تمام؟ بس لو في كورليشن هيحسن، لو ما كانش في كورليشن هيفضل زي ما هو كان انت ما عملتش اي حاجه مختلفه. طب شباب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. طيب هي دي شباب، سيبوا بعد اذنكم، هي دي اخر مساله موجوده في الشيت 1. تمام؟ هو حلها بصراحه انا ما حليتوش، او يعني مش موجود في السلايدز بتاعه السكشن ده، بس ممكن واحنا بنشرح السكشن بتاع الكاشز. احنا في الغالب ما فيش سكشن ان شاء الله الاسبوع الجاي. في كويز بقى ولا لا هبلغكم النهارده ان شاء الله. تمام؟ هو يعني هبلغكم ان شاء الله في كويز الاسبوع الجاي ولا لا. كويز مع الاسبوع، يعني الاسبوع الجاي مفيش سكشن ان شاء الله، يعني مفيش سكشن، بس ممكن يبقى في كويز. في كويز؟ يعني مفيش سكشن مش هشرح حاجه. مفيش وقت. هنخليه تلات، هنخليه تلات. ماشي يا شباب، شباب الصوت بعد اذنكم، الصوت بعد اذنكم، عايز اخلص، عايز اخلص، عايز اخلص، تمام؟
فالمفروض ان الاسبوع اللي جاي هتاخدوا المحاضره بتاعه الميموريز دي ما عليهاش سكشن، تمام. الاسبوع اللي بعديه هتاخدوا الكاشز. احنا سابقين المحاضره صح؟ طيب احنا سابقين المحاضره. ماشي، يعني في الغالب هخليه احسن ان احنا ممكن بقى يعني ايه نخلي الكويز الاسبوع السادس، وممكن ميبقاش فيه سكشن الاسبوع الجاي. مش خلاص يا شباب، هي بس الفكره كلها ان انا عارف لو انا جيت اشرح سكشن الكاشز من غير ما تاخدوا المحاضره مش هنخلص يعني، فتوفيرا للمجهود اللي عليا يعني هنخلي السكشن بعد الايه؟ بعد المحاضره، تمام. طيب اخر مساله بس كانت موجود قدامنا، كان مديني الثمانيه انستراكشنز دولت، تمام. طيب هو هنا كان مديني مساله عاديه خالص في ثمانيه انستراكشنز، تمام، موجودين بالشكل اللي قدامنا ده. وكان اول سؤال كان بيقول ان احنا عندنا سنجل بايب لاين في الخمسه ستيجز، وكان عايز يحسب الايه التايمنج بتاعنا او نعمل السيكونس بتاعنا في حاله لو احنا كان عندنا فول باي باس موجود، وبيقول بقى ايه هي الستيت اللي حصل فيها باي باس وهكذا. الجزء الثاني بس ده هو الجديد شويه، هو هنا كان عايز ان احنا نحل نفس السؤال ده بس في حاله لو احنا عندنا اتنين بايب لاينز ان بارلل مع بعض. يعني معنى كده ان انا عندي في السايكل الواحده في تو فيتش بيحصلوا مع بعض، في تو ديكود بيحصلوا مع بعض، في تو اكسكيوت بيحصلوا مع بعض، وستيل في عندي بايب لاين ايه حاصل. يعني في اتنين ان بارلل ولكل بايب لاين في بايب لايننج ليه، تمام. فده اللي انتوا هتاخدوه في المحاضره باذن الله، اللي هي المحاضره بتاعت بكره ان شاء الله، ان انتوا هتتكلموا فيه على لو انا كان عندي اكتر من بايب لاين موجودين ايه في نفس الوقت. مينلي الحاجه اللي احنا بنهتم بيها في الجزء ده ان احنا محتاجين ان الانستراكشنز بتاعتي تتنفذ بالترتيب، تمام، ان انا اضمن ان الانستراكشنز بتاعتي تطلع تتنفذ بنفس الترتيب. او هنشوف او هتاخد في المحاضره باذن الله لو هما بيكونوا مش مترتبين ممكن نهندل الموضوع ازاي، يا اما تكون ان اوردر او تكون اوت اوف اوردر ايه اكسكيوشن، تمام. اي اسئله؟ شكرا.